السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرتبط شاي البابونج بالعديد من الفوائد الصحية، وذلك نتيجة لمركبات الفلافونويد المختلفة، خاصة الأبيجينين الذي يسهم في تحسين جودة النوم ويقي الجسم من أنواع مختلفة من السرطان. في حين ما يهم داء السكري، فحسب دراسة ضمت 46 مصابا بالداء من النوع الثاني، فإن المجموعة التي شربت منهم شاي البابونج 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة طيلة 8 أسابيع لوحظ لديها انخفاض في مقاومة الأنسولين بنسبة بلغت 40%، وانخفاضا في معدلات سكر الدم قدرت ب11%. ومن هنا، فإن كنت تعاني من سكر الدم من النوع الثاني أو مقدمات ما قبل الداء، فما عليك إلا بتناول شاي البابونج بعد الوجبات 3 الأساسية. ولتحضير الشاي، قم بإضافة 150 ملل من الماء الساخن ل3 غرامات من البابونج، ثم انتظر بضع دقائق حتى ينقع قبل تصفيته وشربه بعد الوجبة. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه الوصفة المخفضة لمقاومة الأنسولين. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.